سامر عبد الرحمن لاعب الأهلي السابق والمدير الفني لفريق الناشئين مواليد 2006، ربما لم تبتسم له كرة القدم كلاعب كثيرة، وتسببت الإصابة في غيابه عن الملاعب مبكرة ومنعته من استمرار مشواره مع الساحرة المستديرة، لكن الإصرار والعزيمة والموهبة منحته السطوع كمدرب، حيث يقود فريق ومواهب الفريق الأحمر مواليد 2006 لصدارة بطولة الجمهورية. ولد سامر عبد الرحمن بحي المعادي الهادئ في محافظة القاهرة عام 1974، وقبل أن يكمل عامه 13 كان قد انتقل للأهلي من قطاع الناشئين بالمعادي بعد أن اختاره رمضان السيد خلال مباراة بين الفريقين، ليبدأ رحلة تألقه مع جيل جيد في القلعة الحمراء ضم أحمد سامي وهشام حنفي ومصطفى كمال وغيرهم. لم تكن الإصابة رحيمة به لينتقل إلى الشرقية للدخان مع مدربه الذي جاء به للأهلي وهو رمضان السيد، وخاض اختبارا قاسيا بعد إصابته بالرباط الصليبي تسببت في ابتعاده كثيرا عن الملاعب حتى بعد أن عاد لممارسة الكرة. انتقل بعد ذلك لغزل محلة مع مدربه السابق عادل طعيمة، ثم تجربة لمدة عام في الدوري الأمريكي، وعاد للعب في عدد من الأندية المحلية من بينها الألومنيوم قبل أن يعود من جديد للولايات المتحدة الأمريكية، حيث اعتزل هناك وبدأ مسيرته التدريبية التي استمرت قرابة 5 سنوات. عاد من أمريكا ليبدأ رحلة التدريب في عدد من الفرق العربية سواء ناشئين أو كبار، خاصة بالمملكة العربية السعودية، فقاد كل من القادسية والجيل والترجي والرياض، وعاد الطائر المغرد مع بداية الموسم الحالي لبيته الأهلي ليقود فريق مواليد 2006 بقطاع الناشئين بالأهلي، والذي يتصدر به بطولة الجمهورية ب48 نقطة بعد خوض 20 مباراة. سامر عبد الرحمن معنا اليوم ليحكي عن تجربته ورؤيته للناشئين ومسيرة فريقه ببطولة الجمهورية في الأشبال.